تقريبا شي 100 متر كنت بعيد عليه. تما جا فيها مشاريع وكيضرب يدور يهرب في التالي هذاك ضربها وما خلاش الطوموبيل زعزعها ما خلاش فيها كاع وراضي يعمل داخل الموتور ديك لداخل راه دخل داخل الموتور وانا كنت بعيد 100 متر جا فيها مشاريع ديك الجد ديال المشاريع اللي جا فيها راه هذاك غادي يقتلني غادي يقتلني كاع ها شوف الطوموبيل كي ولات شوف هذا راه مجرم هذا ما خصوش هذاك هذاك راه كما دار لي انا غيمشي يقتل عباد الله شوف السلام عليكم انا كون جيت من الجامعه وصلت لجيت التكنه ديال العسكر واحد خينا كان داز بواحد الطون مجهده السرعه مجهده وانا نتابعو من اللور وتابعو من الطاكسي ملي تابعو من الطاكسي انا راني بعيد عليهم هو راه هذيك تخطى مع واحد مول الطاكسي وجا مباشر وانا بعيد عليه وضربني وهرب طلع فوق التريطوار وهبط وشاد الطريق ديال الغابه جيت هذيك ديال دار المهرسه هبط من تما واش دخل لدوار العسكر ولا هبط هذه هي النقطة وراه كيضيع لي الطوموبيل ديالي، أنا كنت غادي بشوية أنا حجبنا شفت ديك المنظر وقفت بعيد عليه، اللحظة فاش وقفت هو بقى كيدير رالي وجا فيا مشارين وكيعطيني، ضرب لي الطوموبيلتي، وديك الشيء اللي كان كيدير حنا مصورين فيديو غتشوفوا ديك المنظر اللي داير، هاك ما كيديرها غير اللي غير القتال، ما خصوش يدير ديك الخدمة هكا كاع، تطلع فوق التريطور وهرب، اللحظة من تبع الناس لقينا حنا هرب علينا بزاف. هكا طالب عليه هذاك الطوموبيل راه ضياي الطوموبيل ما خصوش يدير داك الشيء دابا كقتلني فوالا هذاك مي ما دار ديك الخدمه غادي يقتلني كاع مي ما رجع فيا مشاريع ديك المسافه كلها تقريبا شي 6 متر ديال وانا بعيد عليه وجا فيا مشاريع ودا ديك الخدمه راه باغي يقتلني ولا كان باغي يقتلني كيقتل الناس اخرين ديك اللحظه ديك البراكاش كيدير راه ماشي ديال هذا راه وراه ضرب اخرين بعدا ما عرفتش فين ضربهم وجاو حنا غادي نتلاقاو عند البوليس عند الامن باش نشوف التصريحات ديالها شنو هو. بالنسبه لهذا الشخص اللي شفتوه في الفيديو واللي عندكم هو واحد الشاب متهور بواحد السياره من نوع رونو ميغان كيسوق بواحد السرعه جنونيه اولا صدم اربعه السيارات اضافه الى سياره اجره على مستوى الحي الصناعي سيدي ابراهيم قرب البومبه ديال افريقيا طردنا احنا بسياره الاجره صورنا الفيديو ثانيا صدم واحد السيد قرب الجامعه رجع فيه مارشيريال وكان في حاله فرار يعني من الله واش كان مخدر او لا كان هز معاه شي حاجه خبرنا المصالح الامنيه اللي قاموا بالمتاعيين وخبروا المصالح ديالهم عبر الجهاز ودابا كنطالبوا من السلطات ان بحال هذا بحال هذا خينا هذا ما خصوش يبقى يدور في الشوارع لان 100% اما ما كيتوفرش على رخصه السياقه او لا ما عندوش التامين او لا الا راه عنده شي حاجه الله اعلم بنا وبه بحال هذا السياقه الجنونيه راه كتشكل خطر على المواطنين سواء على الراجلين او لا على اصحاب السيارات سواء للسيارات العاديه او للسيارات الاجره ممكن انه في اي لحظه يقدر يودي بحياه شي واحد اللي مسكين لا ذنب له بهذا الشيء ونتمنوا من الله بحال هذه الحالات ما توليش تكرر لان هذا راه انسان خطير على المجتمع هذا راه انسان خطير وهذا حتى هو كيدخل نوع من انواع الارهاب يعني انه كيرهب المواطنين بواسطه السياره وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا